كم ويا بني ويا بني سخا. باحثا عن لقمة عيشه حاملا على كتفيه صينية عليها حلوى البني، ينادي المصطافين ويجوب بها الشاطئ ذهابا وإيابا. هكذا ينتهز الشاب أشرف موسم الاصطياف لكسب قوته. والله الحمد لله، وش حندور وش حندير وانا نفكر في الصيف خير من قاعد دور ولا في الكارتي، خير من تروح الحوايج اللي مشها ملاحة. من عنابة إلى سكيكدا اتخذ أشرف مسارا جديدا لحياته، فهو فضل لا يكون كأقرانه الذين اختاروا الاستجمام بشواطئ خلال هذه الفترة من السنة، بل العمل والإسهام بمدخول لمساعدة عائلته. كاين ناس يشوفوا قاعدين داخل مويه فرحوا لك، كما نقولوا يحبوا يعاونوك، واحد يدي من عندك وواحد يطلع لك المورال، واحد يقول لك سلعتك ملاحة، واحد يقول لك انت انسان طيب، كل واحد كما يرقلي لك المورال ديالك، فهمني. يغرز أشرف قدميه في رمال الشاطئ تاركا أثارا يملأها الجد والمشقة لشاب فضل كسب قوته من شواطئ مدينة المرسى الساحرة.